السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي التعليمية. سنتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو على مشروع الوحدة السادسة المتعلق بتزيين قسمنا برسم لوحة فنية لمدرستنا والتعريف بها. المرجو الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هدف مشروعنا هو رسم لوحة فنية اعترافا بفضل المؤسسة وأطرها في تربيتنا وتكويننا. ولبلوغ هذا الهدف هناك مجموعة من الوسائل الخاصة بالرسم والأدوات يمكننا أن نستعملها في هذا المشروع، كالأقلام الملونة والصباغة المائية والفرشاة والأوراق البيضاء. إذا أول شيء نقوم به هو إعداد تصميم أولي للوحة، أيضا بطاقة تقنية تتضمن مجموعة من المعلومات حول المؤسسة، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من عند السيد المدير مدير المؤسسة. اسم المدرسة، تاريخ تأسيسها، مرافق المؤسسة، أقسام، إدارة، ملعب، ساحة إلى غير ذلك. الأطر العاملة بالمؤسسة، الأساتذة، المدير، الحراس، الأعوان إلى غير ذلك. ويبقى الرسم الخاص أو الرسم هذه اللوحة يبقى عملا حرا. أدرجت في هذا الفيديو بعض النماذج لبعض المؤسسات، لبعض الرسوم الفنية لبعض المؤسسات. كما قلنا يبقى الرسم حرا، ويجب تضمين اللوحة أيضا لبطاقة تقنية تتضمن مجموعة من المعلومات حول المؤسسة. ولا ننسى العلم المغربي. كما قلنا يبقى العمل عملا حرا، أعبر فيه عن أحاسيسي تجاه هذه المدرسة التي قضيت بها 6 سنوات جميلة. وبالتوفيق والنجاح لكم إن شاء الله، وشكرا على مشاهدتكم وتعليقاتكم، وبالتوفيق إن شاء الله.